بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. قبل أن أبدأ أحبائي الطلاب بدرس فرع من فروع اللغة العربية بالشرح وهو القراءة، أرجو من كل طالب وطالبة أن يكون الكتاب أمامهم حتى يتبعوني أثناء الشرح. إذن درسنا اليوم لماذا أهوى القراءة؟ بدأ الكاتب والأديب العنوان بسؤال، وهذا الموضوع أو المقالة للأديب عباس محمود العقاد من كتاب أنا، وهذه مقالة أدبية. فهنا أتى العنوان سؤال ليشد انتباه القارئ، لماذا أهوى القراءة؟ إذن الأديب بدأ بالسؤال على صيغة السؤال لجذب الانتباه والتشويق وإثارة الذهن. ثم نتحدث عن نوع المقالة أدبية، لأن الكاتب لماذا أدبية؟ الكاتب حشد فيها الصور الجمالية الفنية واللغة المؤثرة كما سنرى في الموضوع وفي المثل. والغاية من المقال التنبيه على أهمية القراءة في كل الموضوعات. فالقراءة هي الصلة الجامحة بين كل العلوم، القراءة هي الصلة التي تجمع بين كل العلوم، حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل أول كلمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، أمر رباني اقرأ، نحن غافلون عنها، نحن أمة اقرأ ولكننا لا نقرأ، وإن قرأنا لا نعمل بما قرأنا أو لا نفهم. فالقراءة هي أساس والصلة التي تجمع بين العلوم والمعارف كلها. دون القراءة، من القراءة تتكون شخصية الإنسان، تصقل موهبته وشخصيته، أسلوبه في الكلام، طريقته في المأكل، في الملبس، في المشرب، في التعامل مع الآخرين، في كل شيء. إذن هنا لماذا أهوى القراءة؟ هنا نجد كلمة القراءة جاءت الهمزة متوسطة لأنها مفتوحة قبلها ساكن، لذلك تكتب على السطر. نأتي للفكرة الأولى، وهي يتحدث الكاتب عن المشتغلين، الفرق بين القارئ بالأصالة والقارئ بالتبعية. يقول الكاتب أول ما يخطر على البال حين يوجه هذا السؤال إلى أحد المشتغلين بالكتابة، يعني الكتاب، أنه سيقول إنني أهوى القراءة لأنني أهوى الكتابة. لكن الواقع نجد هنا الذي يقرأ ليكتب وكفى، أنا أقرأ بس علشان أكتب، يعني موصل رسائل ليس إلا، أو كاتب بالتبعية. إذن الكاتب أطلق التسمية على الذي يكتب، الذي يقرأ بس ليكتب فقط، إيش اسمه؟ ماذا سماه؟ سماه كاتب بالتبعية أو موصل رسائل فقط. ليس كاتبا بالأصالة، لأنه لا يضيف معلومات إلى معلوماته، ولا يعلم أو لا يدرك أو لا يفهم ماذا يقرأ، هو يقرأ ليكتب فقط. فلو لم يسبقه كتاب آخرون لما كان كاتبا على الإطلاق. الإنسان اللي بس يكتب يقرأ علشان يكتب، ما لا يعني لن تتطور شيء ولن نتقدم، سنظل تبع لما قبلنا، ولا نضيف أي شيء، لا نضيف أي شيء. فلذلك لابد الإنسان عندما يقرأ أن يستفيد، أن الخيال يتوسع،
الفكرة عنده تتعمق، يستطيع أن يميز بين الأشياء، يستطيع أن يفرق، يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح. إذن ثم ينتقل الكاتب هنا يقول: إنني أهوى القراءة لأنني أهوى الكتابة. هنا إظهار الدهشة، إنني هنا أقرأ الكتابة، أهوى القراءة لأنني أهوى الكتابة. إذن هنا قال هو موصل رسائل ليس إلا، أو هو كاتب بالتبعية وليس كاتبا بالأصالة. كاتبا بالأصالة هنا جاءها نكرة ليقلل تقليل من قيمة الإنسان. بالأصالة ما معنى بالأصالة؟ الأصالة بمعناها الفطرة. ثم ينتقل كاتب أهوى، إنني أهوى القراءة لأنني أهوى الكتاب. أهوى بمعنى أحب، مقابلها أكره. التبعية أي المقلد لغيره، بالأصالة بمعنى بالفطرة. إذن ماذا يقصد الذي يقرأ، ماذا يقصد الكاتب الذي يقرأ ليكتب ما هو إلا موصل رسائل ليس إلا؟ يقصد أنه ينقل للآخرين ما كتبه السابقون دون شعور به أو إحساس، دون أن يعلق في ذهنه شيء، دون أن يضيف إلى معلوماته معلومة أخرى. إذن كما قلنا إن غاية الكاتب من المقال التنبيه إلى أهمية القراءة في كل الموضوعات، فهي الصلة الجامعة بين كل العلوم والمعارف. إنني أهوى القراءة لأنني أهوى الكتابة، صح؟ إذن هنا أسلوب خبري الغرض منه ماذا؟ التعليل. إنني هنا يظهر قلنا الدهشة في قوله: ولو لم يسبقه كتاب لما كان كاتبا، ولو لم يكن أحدا قبله قد قال شيئا لما كان عنده شيئا يقول. هنا نكر كتاب للتكثير، ونكر كاتب للتقليل، ونكر شيئا للتعظيم، ونكر شيئا الأخرى شيئا وشيء للتعقيم، هنا شيئا للتعظيم وشيء للتحقير. ثم ينتقل إلى فكرة أخرى ونقطة أخرى. الفكرة اللي هي استغراب الأديب الزائر لمكتبة الكاتب. يقول هنا: وأنا أعلم فيما أعهده بمعنى ألفه أو أتذكره من تجاربي، أنني قد أقرأ كتبا كثيرة، كتبا ها هنا قلنا كتبا، كتبا كثيرة، لا أقصد الكتابة، الغرض يعني هنا ما يقصد، أقصد هنا يعني ليس الغرض منها الكتابة، بل هنا الغرض المتعة لغرض العلم والمعرفة، لا أقصد الكتابة في موضوعاتها على الإطلاق. وأذكر في ذلك أن أديبا زارني فوجد على مكتبتي بعض المجلدات في غرائز الحشرات، غرائز بمعنى طبائع، مفردها غريزة. فقال مستغربا، استغرب بمعنى اندهش: ما لك أنت والحشرات؟ هنا أسلوب إنشاء استفهام الغرض منه التعجب. إنك تكتب في الأدب وما إليه، فأي علاقة لك للحشرات بالشعر والنقد والاجتماع؟ هنا ولو شئت لأطلت في جوابه. هنا يقول الكاتب: ولكنني أردت أن أقتضب الكلام بفكاهة تبدو كأنها جواب ليس فيها جواب، فقلت: نسيت أنني أكتب أيضا في السياسة. قال: نعم نسيت، والحق معك. فما يستغنى عن العلم بطبائع الحشرات؟ رجلا يكتب في السياسة والسياسيين في هذه الأيام. إذن معنى الفكاهة معناها الضحك والترويح عن النفس. ما سبب استغراب الزائر الأديب عندما زار مكتبة الكاتب؟ السبب أنه وجد عنده بعض المجلدات في غرائز الحشرات، لأن العقاد
بنظر الكاتب الأديب الذي زار العقاد بنظرة متخصص بالأدب والشعر والاجتماع. ثم ينتقل إلى فكرة أخرى وهي يتحدث عن الغرض من القراءة. هنا عند الغرض من القراءة العلم والمتعة والمعرفة، لا أقصد الكتابة في موضوعات أن يقرأ أشياء كثيرة، لا يقصد الكاتب فيها، وإنما المجرد المتعة والمعرفة. المقصود بقوله تكتب في الأدب وما إليه، أي يكتب في الأدب وفروعه، ما إليه بمعنى فروعه، فروع الأدب وما يتعلق به. الغرض هنا قلنا من الاستفهام، ما لك أنت والحشرات، إذن هنا قلنا أسلوب استفهام، أسلوب إنشائي، نوع استفهام الغرض منه التعجب. ينتقل إلى قلنا فكرة أخرى وهي أهمية القراءة. الحقيقة كما قلت مرارا أن في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا بمعنى هنا المخلوقات الصغيرة، الحياة الدنيا المخلوقات البسيطة الحشرات، أسرار الخلق والتكوين التي يتراءى فيها وحدة الخالق. يتراءى هنا تتراءى بمعنى تبدو وتظهر، هنا وحدة الخالق وبديع صنعه، ما لا نجده في غيرها من الأحياء الأخرى. فإذا اطلع القارئ على كتاب في الحشرات فليس من اللازم اللازم، فليس من اللازم اللازم، هنا ليس من اللازم بمعنى الضروري، واللازم بمعنى الثابت. فليس من الضروري والثابت أن يطلع عليه ليكتب، يعني مش شرط إنه الإنسان يقرأ كتاب ليكتب فيه، ولكن ليزيد معرفة، ليزداد عمق. هنا بين اللازب واللازم جناس ناقص. أن يطلع عليه ليكتب في موضع، ولكن يطلع عليه لينفذ إلى بواطن الطبائع وأصولها. ينفذ بمعنى يخترق ويصل، بواطن مفردها باطن. إذن اللازب بمعنى الثابت واللازم الضروري، ينفذ يصل ويخترق. هنا تتراءى بمعنى تظهر ضد اللازم المتغير، اللازم الثابت، اللازب الثابت عكسنا، وضدها المتغير. ثم هنا قال ولكنه يطلع عليها لينفذ إلى بواطن الطبع، ينفذ بمعنى يصل إلى بواطن وأصولها الأولى، ويعرف ثم كيف نشاهد هذا، نشأ هذا الإحساس أو ذاك الإحساس، فيتقرب بذلك من صدق الحس وصدق التعبير ولو في غير هذه المواضيع. هنا صدق التعبير ولو في غير هذه المواضيع. الحياة هنا جمعها حيوات أو حيوان، بواطن بمعنى قلنا أسرار، ما مفرد الطبائع اللي طبيعة. القارئ هنا سبب كتابة الهمزة على هذه الصورة متطرفة قبلها مكسور، القارئ قراءة مفتوحة كما قلنا في السابق قبلها ساكن، الطبائع هنا الهمزة متوسطة مكسورة قبلها ساكن، الطبائع يتراءى مفتوحة قبلها ساكن، ضد بواطن ظواهر. اطلع وزنه افتعل، قلبت هنا الطاء إلى تاء وأدغمت. إن في الأحياء الدنيا من الخلق والتكوين ما لا نجده في غيرها من الأحياء، أي أن فيها أسرار الخلق والتكوين ما لا نجد عند المخلوقات الأخرى، فهي دالة على قدرة الله في الخلق، فهو الخالق المدبر. الجملة هنا الواقعة بين الشرطتين الحقيقة، كما قلت مرارا هي جملة اعتراضية، تسمى جملة اعتراضية التي توقع بين شرطتين. ثم ينتقل الكاتب إلى نقطة أخرى وهي إضافة أعمار إلى عمر الإنسان. من وعى التاريخ في صدره الوعي؟ ماذا يقصد بالوعي؟ الإدراك، لا يكون في الصدر كما في البيت. هنا كما قال من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فهنا إنما الوعي هنا بالعقل، يقصد به العقل والإفهام، وهنا جاء الصدر مجاز وليس على الحقيقة. وعى بمعنى أدرك. يكون العمر المضاف يقول هنا لا بمقدار السنين بل بمقدار الحياة. من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، لأن مقدار من الحس والفكر والخيال الذي يكتسبه الإنسان من القراءة
وهو المقصود بالسؤال في قوله لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال كما أجاب قارئ التاريخ لماذا أهوى القراءة. فهنا نحن نأخذ خبرة عندما نقرأ لنفهم لنستوعب، يتوسع لدينا الفكر ويتوسع لدينا الخيال، أي نقرأ كتابات لكتاب سبقونا، وهذه خلاصة سنوات من تجاربهم وما مروا به، فيضيف إلى عمرنا أعمار، أعمار من سبقونا. العمر لا يحسب يا أبنائي بعدد السنين، العمر يحسب بما اكتسب الإنسان وبما أفاد الآخرين به وبما أضاف للبشرية وبما أضاف للآخرين. إذن هنا ثم ينتقل، فليست إضافة أعمار إلى العمر بالشيء المهم، يعني مش مهم إنه الإنسان يضيف عمره. أهمية القراءة عند العقاد، يبدأ يتحدث عن أهمية القراءة عند العقاد هنا، يكون العمر المضاف مقدارا من الحياة لا مقدارا من السنين، أو مقدارا من مادة الحس والفكر والخيال، لا مقدارا من أخبار الواقع وعدد السنين التي وقعت فيها، فإن ساعة من الحس والفكر والخيال تساوي 100 سنة أو 100 سنة من السنين، ليس فيها إلا أنها شريط تسجيل لطائفة من الأخبار وطائفة من الأرقام. إذن الفرق بين مقدار من الحياة ومقدار من السنين، ما هو الفرق بينهما؟ مقدار من الحياة يعني الإنسان بعمر يعرف به كما عرفته الأجيال، وأن مقدار من السنين أن الواحد يعيش أكثر من العمر العادي عنده وهو المفروض. مقدار الحياة المقصود به لحظة الكشف والمعرفة والإحساس بها وتحصيل الأفكار والخيال. إذن هنا ولا أهوى القراءة لأزداد قال عمرا في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني ولا تحرك كل ما في ضميري من بواعث، يعني دوافع الحركة، والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة واحدة في مدى عمر الإنسان الواحد، لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، وإن كانت لا تطيلها بمقدار السنين. فإذا الحياة القراءة لا تطيل بمقدار السنين، ولكن بالعمل الذي سوف تعمله بالفكر، هنا تزيد الإنسان من ناحية العمق لا من مقدار السنين يتحدث. ثم ينتقل بعد ذلك للأدلة على توالد الأفكار. فكرتك أنت فكرة واحدة، صح، الإنسان فكرته فكرة واحدة، شعوره شعور واحد، خيالك أنت خيال واحد. إذا قصرت الخيال عليك والشعور عليك والأفكار عليك دون أن تقرأ، فهذا سوف يكون خيال واحد وفكرة واحدة. ولكن إذا لقيت بفكرتك فكر، إذا التقت فكرتك وأفكار أخرى، لقيت بفكرتك فكر أخرى أو أفكار أخرى، أو لقيت بشعورك شعور آخر، أو لقيت بخيالك خيال غيرك، فليس قصار الأمر أن الفكرة تصبح فكرتين، ليس يعني الغرض أن الفكرة تصبح فكرتين، أو أن الشعور يصبح خيال شعورين، أو أن الخيال يصبح كان، إنما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات من الفكر في العمق والقوة والامتداد. مثلا عندما رجلا جمع أبنائه وأعطى لكل واحد عصا وقال له اكسرها، كل واحد كسر العصا بسهولة، صح، ولكن عندما جمع هذه العصي وقال لهم اكسر لم يستطيعوا كسرها. فهنا أيضا الفكرة الواحدة تكون ضعيفة، لا تشتمل على كل شيء، لكن عندما تجتمع أفكار، مجموعة أفكار، وتخرج برداء جديد بفكرة قوية عميقة. والمثل يقول في ذلك على ذلك محسوس في عالم الحس والمشاهدة وفي عالم العطف والشعور، قصار الأمر بمعنى غايته ونهايته.
إذن الفكرة الواحدة جدول منفصل، يعني مثلا جدول الماء خيط، والأفكار المتلاقية محيط تتجمع فيه الجداول جميعا. نرى المحيط قوي، لماذا؟ لأن الجداول تنصب في المحيط، الجداول ضعيفة فتنصب كلها في المحيط وتتجمع فيها الجداول، والفرق بينهما بينها وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف، وبين الشط الضيق والموج المحصور. إذن التيار شديد الرياح، الفكرة الواحدة جدول ما هو منفصل. إذن هنا تشبيه بليغ، جدول بمعنى قناة صغيرة مائية، الأفكار المتلاقية محيط، تشبيه تمثيلي جعلك تتخيل جدول من الماء ينصب في المحيط. شبه تلاقي العلوم بالمحيط الذي يجتمع فيه من الشمول والعمق جميع الأفكار، الشط جمعها شط. يهوى القراءة في كل الموضوعات لأن فيها الصلة، قال الجامعة، لأن حياة واحدة لا تكفي، فبالقراءة يزداد فكرا وشعورا أو خيالا فتتجمع في عمر واحد. ثم بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى حدثنا عن الأدلة التي تتوالد منها الأفكار، أن الفكرة الواحدة جدول منفصل، والأفكار المتلاقية فهي المحيط، قلنا تشبيه تمثيلي هنا، الفكرة الواحدة هما صورة للفكرة الواحدة، أيضا تشبيه الفكرة الواحدة جدول، إذن برضو هنا تشبيه بليغ، الفكرة الواحدة مالة جدول، يعني قناة مائية صغيرة تتجمع فيها الجداول جميعا، والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع يعني الفضاء والتيار الجارف، وبين الشط جمع الشط قلنا الشط الضيق والموج المحصور. وقد تختلف الموضوعات ظاهرا أو على حسب العناوين المصطلح عليها، ولكنك إذا رددتها إلى هذا الأصل كان أبعد الموضوعات كأقرب الموضوعات من وراء العناوين. الموضوعات أصلها واحد، مثلا بحث قال في أوائل الحياة، بحث في الحياة الخالدة، أي غرائز الحشرات مثلا في فلسفة الأديان، أين فلسفة الأديان من قصيدة غزل وقصيدة هجاء، قبسان هنا حياة، هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو ثورة، أين ترجمة فرد من تاريخ أمة. إذن الأصل الجامع بين البحث في غرائز الحشرات وفي بين مادة واحدة وبين غرائز الحشرات، بحث في أوائل الحياة وفلسفة الأديان، وبحث في الحياة الخالدة الأبدية. تكوين هنا زيادة المعرفة. إذن ما هي فوائد القراءة؟ الاطلاع على تجارب الآخرين، زيادة المعرفة، تكوين شخصية الإنسان والرقي في التعامل، الثقة بالنفس ومع الآخرين ومع المجتمع. الفرق بين زيادة العمر في مقدار الحساب تعطي أكثر من حياة واحدة، مقدار الحساب الزياد عادي وتقليدي في سنوات الإنسان وعمره، والزياد أكثر من حياة الزياد حقيقي لما فيه من كسب مجموعة من الخبرات والمعارف والعلوم التي يحصل عليها الإنسان. ثم يقول هنا ونهضة الأمم أو ثورتها هما جيشان الحياة، جيشان الحياة أي نبض الحياة وحركتها في نفوس الملايين، وسيرة الفرد العظيم معرض الحياة إنسان ممتاز، معرض الحياة إنسان ممتاز بين سائر الناس، وكلها أمواج تتلاقى في بحر واحد وتخرج بناء من الجداول إلى المحيط الكبير. ثم يختم الخاتمة، لم أكن أعرف حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله، أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة، ولكنني هويتها ونظرت في موضوعات ما أقرأ فلم أجد بينها من صلة غير هذه الصلة الجامعة، وهي التي تتقارب بها القراءة عن فراشة والقراءة عن المعري وشكسبير. إذن هنا جواب لماذا أهوى القراءة، لا أحب القراءة لأنني زاهد في الحياة، ولكنني أحب القراءة لأن حياة واحدة لا تكفيني، ومهما يأكل الإنسان فإنه لن يأكل أكثر، يأكل بأكثر من معدة واحدة، ومهما يلبس فإنه لن يلبس على غير جسد واحد، ومهما يتنقل من البلاد فإنه لا يستطيع أن يحل في مكانين،
ولكن يزداد الفكر والشعور والخيال، يستطيع أن يجمع الحيوات في عمر واحد، حيوات مفردها حياة، ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله، كما يتضاعف الشعور بالحب المتبادل وتتضاعف الصور بين مرأتين. إذن القراءة في كل الموضوعات هي التي تتقارب بها القراءة عن الفراشة وعن المعري وعن شكسبير. إذن يهوى القراءة، لماذا؟ لأن حياة واحدة لا تكفي، فبالقراءة يزداد الفكر والشعور والخيال فتتجمع في عمر واحد. إذن هنا نعلم أهمية القراءة وما لها من أهمية، ونتذكر قول الله تعالى في أول كلمة أنزلت إلى هذه الدنيا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهو اقرأ، ولكننا تناسينا هذا الأمر وتجاهلناه. وهذا الأمر لما فيه، أن في أول كلمة أنزلت اقرأ لما فيه لتكوين شخصية الإنسان وثقافته وتوسيع خياله وفكره وكل ذلك. أتمنى من الجميع أن يعلم أهمية القراءة، ولا يحسب الإنسان عمره بالسنين، ولكن يحسب الإنسان العمر بما قرأ وبما أضاف إلى البشرية وإلى نفسه من معلومات. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.